بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل ربي الملك يومئذ الله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. ريت نعيم وعذاب مهين. نحن نختار الأول ونتقي الثاني بكل من جهد وكل إخلاص وكل ثبات في الصدام مع الباطل. لابد أن نرضخ الباطل لا أن نرضخ له، والعزة لله وللرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.